التعاون في المسيل أستاذة نعيمة بدوي مستشارة تعليمية دولية رئيسة جمعية ثقافات. وحضور اليوم هو لتتويج أو تنصيب كاتب عام لمنظمة الأمم المتحدة فرع المغرب، وأنا سعيدة جدا بهذا التنصيب. القرقرات هذا المعبر الحر الحمد لله الآن كنت فيه، كنت أول فنانة اللي مشات له، سعيدة جدا بوجودي فيه لأنه كان أي مغربي حر كتكون فيه دم أنت مغربي غادي يمشي، وخذيت المبادرة. كان يمكن ياخذها أي فنان آخر ولكن كان لي السبق، وسعيدة جدا. كاين ماشي عملية تجميل، ولي أنفي فقط ماشي عملية تجميل، صحاب لكم بدلت راسي كامل. لا غير الانف ديالي من هنايا جبعت هاد الجنيبات ديال النف وصافي. لا انه كل انسان كيبغي يشوف نفسه في احسن حال، فانا انني نكون صريحه مع جمهوري هذا بالعكس، هذا يعني هذا ثقه في النفس اكثر. جديد هو اغنيه رقاده ان شاء الله غتشوفها قريبا.